بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد بن العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وأعرب جلالة الملك المفدى في برقيته عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامة الرئيس الموريتاني بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.